السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة ياسر حسن. إن شاء الله فيديو النهاردة هنتعلم فيه إزاي ننفذ ديكور وردة خماسية. وردة خماسية الأطلاع يعني إزاي تعمل الوردة بتاعتك ويكبر 5 أطلاع. الوردة كل الوردة زي التانية مقاساتها إيه؟ موحدة. طبعًا إحنا عملنا الفيديو ده طبعًا نزلناه قبل كده على القناة، بس كنا ما نزلناش بالتفصيل، والفيديو عدى ما شاء الله جاب 150,000 مشاهدة. فإن شاء الله الفيديو ده إحنا وضحنا لكم فيها كل حاجة. انت عشان خاطر تتعلم ازاي تنفذ ورده زي كده، الفيديو ده بالذات فيه صنعه يعني فيه احترافيه شويه تستفاد منه على قد ما تقدر، وعشان خاطر تستفاد لازم تكمل الفيديو للاخر لان احنا شارحين فيه كل حاجه بالتفاصيل. طبعا هنخش دلوقتي نشوف مراحل العمل، ازاي احنا عملنا الورده دي وازاي طبعناها واشتغلنا عليها ورسمناها وطلعت معانا بنفس الشكل ده. كل حاجه عشان خاطر تستفاد منها تابع الفيديو لحد النهايه. ما تنساش لو عجبك الفيديو تضغط على اشتراك، لو انت مش مشترك فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، تدعمنا بلايك عشان خاطر تستمر وننزلكم كل جديد. يلا بينا. طبعا زي ما احنا قلنا يا شباب ان شاء الله طول الورده هيكبر 2.35 متر، فاحنا ربينا لوحات 2.40 متر الطول بتاعهم في 120، فاعطانا عرض اللوحات طول 2.40 متر والعرض 2.40 متر، فهنسنتر طبعا زي ما عرفين طبعا زي ما سنترنا فوق في الغرفه، فاحنا هنسنتر هنا على الورد. خدنا خيط على 120 سم وضربنا خيط بالطول. نفس الكلام برضه ايه في العرض. فهنبدا بعد كده اول حاجه هتمشي عليه هتجيب زاويه زي كده وتقيس 118 سم وتروح واخد مسمار كده 118 سم وتروح واخد مسمار وراح عاملين دايره بتدور على 118 سم. الدايرة احنا القطر بتاعها 2.36 متر، احنا دول لو قلنا خدنا 1.18 متر يبقى كده دايرة كاملة. دي أول حاجة هتبدأ بيها ايه؟ القطر بتاع الوردة اللي هتبقى على الأطراف المضررة كاملة. هنبدأ بعد كده نقسمها خماسية، يعني الحركة بتاعتنا على 3 دايرة نقسم الوردة ايه؟ خماسية. أول خطوة عشان خاطر تعرفها تعمل ازاي شكل الخماس بتاعها، طبعا أكيد على خط النص اللي احنا داخلين بالطول سواء الفاصل ما بين الربعين او ما بين ثلاث خيط، هتقيس من خط النص ده الربع ده كام؟ نصه كام؟ اللي هو نص ال 118، نص ال 118 هتحسبها انت كام؟ وتقيسها هتديك 59 سم، يعني احنا بنيجي نحسب ميكس من 118 هتديك 59 سم، هتيجي على 59 سم وتروح واخد عليها زي كده. احنا حددنا ال 59 سم اللي احنا قسمنا عليها نص الربع اللي هو نص ال 118، هنبدا بعد كده من النقطة دي نقدر على النقطة دي نقدر لحد ايه؟ أول الدايرة اللي هي على خط الطول، يعني خط العرض لكن ده خط الطول، هتجيب زاوية زي كده وتحط وش الزاوية يبقى من قدام ما يعديش النقطة الأساسية اللي هي لف عليها الدايرة على خط النص، وتحط على العلم بتاعك اللي هو ايه؟ 59 زي كده. وتكون أنا حاطط النقطة الأساسية تمام زي كده وحطيت البرجر بتاع النقطة اللي تحتها اللي هي 59، ممتاز. كل اللي هتلف تروح لف البدل بتاعك كده على خط الطول اللي انت عامله هنا تمام او العرض بالنسبه لك، وتروح واخد نقطه ايه؟ الناحيه دي. طب احنا عملنا اول خطوه قسم 59، فتحنا بدل من هنا لحد النقطه الرئيسيه اللي هي هناك في الاول، بعد كده رحنا ايه؟ دايرين الناحيه دي على اليمين ورحنا واخدين ايه؟ على ثالث خطوه. طبعا هتجيب الزاويه بتاعتك هي هي هتحط على النقطه اللي انت خدتها وهتحطها كده هتلاقيها ما حصلتش النقطه الرئيسيه اللي انت عملناها، فانت لازم تديك برده اطول من دي وتوصل النقطه دي والنقطه دي كانت تبقى معاك برده ثابته عشان تقسم الشكل ايه؟ خماسي. طولنا البرده بتاعنا زي ما احنا قلنا طبعا ايه؟ من النقطه اللي احنا حددناها هنا لحد ما حصلت النقطه الرئيسيه اللي احنا هنشتغل عليها اللي هي اول وردايه احنا هنبدا بيها. فكل اللي عايز كده البرده بتاعك تروح واخد علامه هنا، دي اول وحده اول ورده احنا هنحددها، تحط عليها البدل بتاعك على نفس الدايره وتروح محدد النقطه الناحيه دي على الشمال كده، وهكذا من وحده تساوي وحده على نفس الدايره هتروح محدد ايه؟ دي رقم 3 هتنقل بعد كده تحط البدل بتاعك وهكذا على النقطة اللي أنت عملتها وعلى نفس الدايرة
بتروح واخد علامة دي رقم 4 ودي رقم 5. فضل بعد كده بعد ما احنا حددنا الخمس نقط بتوعنا هنبدا نعكس اللفه بتاعتنا عشان تدينا العلامه دي بيدينا اكس اللي هو نقطه ثابته عشان نبقى نوصل العلامات لبعضين. يعني احنا بدانا كده ناحيه الشمال، لا الف ناحيه اليمين عكس. ناحيه الشمال دلوقتي الف ناحيه اليمين عشان تدينا اكس زي كده، يبقى النقطه بتاعتنا نقطه ثابته. هتحط البدل بتاعك زي ما احنا قلنا على النقطه تاخد علامه عكس الابتدائي اللي كان الحركه دي. احنا كده قسمنا الشكل الخماسي. طبعا بعد ما قسمنا الدايره بتاعتنا على شكل خماسي هنقسمها على 10، بدل ما هي 5 هنقسمها على 10. الخمسه دول بتوع الوردات، لكن ال10 دول عشان نقسم اجزاء الورده عشان كل ورده ليها دورانات مختلفه عن الثانيه. فدلوقتي عشان نقسم الشكل على 10 كل اللي عليك هتعمل هتقسم المسافه ما بين رقم 1 هنا زي ما عملناها علمناها ورقم 2 هتكسب المسافه ما بينهم هم الاثنين وتاخد اكس تعرف النص. يعني على سبيل المثال مثلا زي كده تفتح الفلتر وتعدي مثلا 73 مثلا الناحيه دي وتروح واخدها عكس الناحيه الثانيه عشان تديك اكس 73 زي كده. يبقى احنا قسمنا المسافه ما بين الاثنين هنقسم الباقيين برضه على كده عشان تدينا 10 اجزاء. فاحنا كده علمنا الدايره بتاعتنا بقت على 5 اجزاء الاول وبعد كده قسمناها على 10 اجزاء. هنبدا بمرحله بعد كده هنوصل الاكس اللي احنا خدناها هنا مع الاكس اللي وصلها ولازم تمر تحطه في المركز بتاع الدايره اللي هو في النص. يعني توصل العلامات ببعضيها ولازم تمر وسطان، لازم تاخد علامتين كمان بعض ويمر وسطان وتمر الجبل هنا في في المنتصف. هنبدا نوصل بقى الدايره كلها ونرجع تاني نكمل. بعدين كده ردنا الرسمه بتاعتنا احنا 10 اجزاء. هنبدا بعد كده نكون خلصت المرحله دي ممتاز، زي ما انت عديت كده نص الشغل بطريقه هندسيه. هنبدا بعد كده نحدد الرسومات بتاعت الورده بتاعتنا على الاماكن الرئيسيين اللي هم عملناهم الخمسه الاولانيين. هنبدا بقى نحدد الورده بتاعنا كام اللي هنعملهم وهنرسمهم ازاي مع بعض بطريقه هندسيه. طبعا عشان نحدد وش الورده بتاعتنا احنا لازم نكسب المسافه دي رقم 1 ودي رقم 2. نقسم المسافه ما بينهم يعني لو دي 50 مثلا هنديها 25. احنا قسمنا المسافه حسبنا مثلا دي كده ورحنا واخدين علامه كده في الناحيه دي تدينا 36 مسافه هنا مثلا اهي. طبعا بعد ما قسمنا المسافه دي زي ما احنا قلنا 36 ليه؟ عشان خاطر لما نيجي نعمل بدل السن بتاع الورد طبعا عشان خاطر نحدد البدل بتاع وش الورد لازم يجي دوران من هنا كده تمام؟ طول ما شلت الدوران كده هتحدد معاك نقطه هنا في العيد لما تيجي هنا تروح واخد نقطه من هنا عشان تعمل بدل دايره كامله تحدد معاك النقطه اللي انت هتقف عليها بالبدل بتاع الدايره. لو النقطه معاك صفر في الخمس دوائر الخمس وردات اللي احنا هنعملها. احنا حددناها من هنا هي دي قسناها لحد خط النص اللي هتحطه في المركز بتاع الدايره الاساسي لقيناها 280 سم واحنا عاملين بلده على 280 سم وهنلف دايره كامله عشان تحدد معانا الوقفه بتاعت الوردات بتاعتنا.
طبعا بعد ما لفينا الدايره بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها هنبدا بعد كده نرسم ايه الورده بتاعتنا زي ما احنا شرحنا بالظبط. بعد كده رجعنا للبندل اللي هو 36 اللي احنا الصغير اللي احنا جزمنا المسافه دي في النص، هتحط على النقطه بتاعت اللي هو 36 سم تمام، وتروح واخد البندل بتاعك من اول سن الورده هنا لحد الدايره بتاعتك اللي بتعوض فيها، الدوران يمشي معاك كده. لازم يجاب الخط نص هنا ولازم يجاب الدايره بتاعتك هنا، لو جاب معاك زي كده بالظبط يبقى ممتاز، يبقى انت شغال 100 100. برضه زي ما عملنا الناحيه دي هنعمل الناحيه دي، هتحط ال 36 على نقطه الدايره بتاعتك هنا لحد ايه ما توصل الخط بتاعك عشان الدايره بتاعتك تلف معاك مظبوط. اه زي كده بس. تتاكد ان قبل ما تعلم العلاقه بتاعك ان العلاقه البدل بتاعك محصل الدايره هنا ومحصل العلامه اللي هو ايه؟ علامه الورده اللي انت هتشتغل عليها. تروح واخد الدايره الثانيه زي ايه؟ ديك هذا. واحنا كده عملنا وش الورده، لسه بقى في دايره عكسيه هنعملها ثاني، بس هنعمل نفس الشكل ده في كل العلامات اللي احنا علمناها اللي هم خمس وردات اللي احنا ايه؟ هنعملها. بعد ما علمنا هنجيب الاولى رقم واحد، هنسيب خط من الخط اللي انت عامله. وهتعلم على العلامه الثانيه لان هي دول مقسمين 10 اجزاء، لا احنا هنعلم على خمسه اللي هم الاساسيين الاولانيين. فانت هتيجي زي كده تعرض ال 36 البدل بتاعك وتتاكد ان البدل محصل الدايره والعلامه اللي انت هتشتغل عليه، وتروح لف الدايره الثانيه ايه؟ زي كده. وتروح واخد دايره عكسيه الناحيه الثانيه دي بوش الورده. كده احنا عملنا وردتين، هنبدا نعمل الثلاثة التانيين مع بعض زي نفس الكلام اللي احنا قلناه. طبعا بعد ما حددنا الخمس وردات اللي احنا قلنا عليهم الوش بتاع الدايره، دلوقتي هنعمل دايره عكسيه تسلم على الدايره دي وتسلم على النص هنا عشان نديها الفاصل ما بين الوردتين تمام. يبقى احنا لازم نعمل دايره عكسيه ازاي؟ هتحط بردل زي كده وتتاكد ان البردل هنا مسلم على الدايره دي وينتهي على الخط ده اللي هو الفاصل ما بين الوردتين. يبقى احنا زي ما قلنا البردل بتاعنا لازم يسلم من على الدوران هنا يمشي مع الدوران ده عكسي لحد ما ينزل الفاصل ما بين الوردتين، يعني ده الفاصل ما بين الوردتين دي. يبقى ايه؟ حددنا البدل ده على 19 سم تمام؟ خدنا نقطة هنا، يبقى احنا لازم نعمل دايرة تانية زي دي عشان تحدد معانا الوقوف بتاع الوردة بتاعتنا، يبقى دي نقطة ثابتة ماشية معانا في الكل. فاحنا هنقيس من هنا لحد هنا مثلا ونشوفها كام؟ حطينا 59 سم، يبقى 59 سم ونلفه دايره ايه؟ ما يدور يبقى زي كده عشان نحدد عليه اللي هو الفتره الورده. احنا كده لفينا الدايره اللي احنا قلنا عليها، هنبدا نلف بقى الدايره العكسيه من هنا وتقف ايه؟ هنا. وهتبدا تلف البدل بتاعك وتقف على نقطه الدايره اللي انت عملتها. يبقى الدوران مسلم على الدوران العكسي اللي هنا ووقف هنا على خط الايه؟ النص اللي هو الفاصل ما بين الوردتين. هنيجي نعمل برضه نفس الكلام الناحيه دي. نفس الكلام الورده الثانيه تروح واخد الدوران بتاعك كده. يبقى ده خط النص ده الفاصل ما بين الوردتين. تمام؟ نيجي نعمل الناحية التانية برضه ايه؟ نخلص باقي الوردات على نفس النظام. طبعا لما خلصنا تقسيم الورده بتاعتنا كده وضحت معانا الصوره زي ما انتم شايفين. لو انت مشيت على نفس الخطوات اللي احنا مشينا عليها
دلوقتي هو ممتاز ان شاء الله طلع نفس الشكل بالظبط ورجع للمسير. الوقت اللي فاضل معانا كتيبه الندم اللي هي وصفاني الدايره اللي في النص، فاحنا عملنا القطر بتاعها 50 والفتحه من تحت الدايره تبقى 50 هتدور على 25 سم. هتجيب بدله زي كده وتيجي تقيس 25 سم تطلعها المسمار وتحط على خط النص زي كده وتلف البدله من تحت. بعد ما رفعنا الورده فوق اللي احنا رسمناها وحطيناها على خط النص اللي هو اتجاه يمين وشمال، حطينا نفس الرسم في النص اللي تحت بالظبط، علمنا علامه من بره خارجي تمام، ردينا منها 6 سم عشان هنعمل فيها اشاره خطيه اللي هي قيمه الليل دي هتاخد مع الريش مع العلامه زي ما احنا صورنا بره هتطلع 11 سم، وبعد كده برضه نفس الدوران الوسطاني ردينا اللي هو العكس 11 سم عشان تبقى في اضافه خطيه. هنبدا بعد كده نشد الحديد بتاعنا على العلامات اللي احنا علمناها دي الرئيسيه ونشوف المراحل مع بعضينا واحده واحده التفاصيل.